أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل بعث الله عز وجل الأنبياء عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في بيت المقدس، أم أنها أرواحهم؟ الله أعلم. المهم أن نؤمن بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتدخل في هذه الأسئلة ونحن لا نعلم ولا ندري. نثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتدخل في هذه الأمور. نعم، والله قادر على كل شيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.